فيما يخص جديد إضرابات الأساتذة بالمغرب، أعلنت إلى حدود اللحظة التنسيقية الموحدة لأساتذة المغرب وكذلك تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي عن إضراب الأسبوع المقبل. الإضراب سيمتد لأربعة أيام من يوم 19 إلى غاية يوم 22 من شهر دجنبير 2023. فيما تنتظر الشغيلة التعليمية كذلك بيان التنسيق الوطني أو التنسيق العام الذي يضم أكثر من 20 تنسيقية.